لا مو معجبني موقفني انا هيك. طيب يا عمي كله بس هيك شوي يعني، بس شوي خليك. قوم قوم مسيطرة فشلتي. لا عن جد قوم يا زلمة، مشان تقولي مسيطرة. قوم طيب قوم، مش هحل لك اياها. همشيك مسطرة. حق لا كيف نو. طبعا اللي بيتابعنا على التيك توك بيعرف شو سر الكف اللي كنا بنحكي عنه. على فكره صرنا كثير اكتف على التيك توك، فروح سووا لنا فولو. مرحبا معكم غصن، ويا زلمه رجعنا لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم يا جماعه هو كواليس شو يا غصن؟ كواليس الغنيه ابو اللحيه. كواليس الفيديو كليب. على فكره كله ده بالله يا طول الضحك. فالمهم عن جد بتضحك، غريبه غريبه يعني. غريبه تمام. غريب الاسم. فعاد يا جماعه فيديو اليوم حنفرجيكم بعض الشغلات اللي صارت معنا خلال تصوير الفيديو كليب، قبل تصوير الفيديو كليب. هلا رح نفرجيكم نحن رايحين على الاستوديو غصن دائما شو بتعمل وشو ليش بتخلينا نتاخر دائما غصن. انا فقبل قبل ما نفرجيكم هلا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات ليش غصن دائما بتخلينا نتاخر، شو السبب؟ شو السبب؟ ما بعرف. فعاد يا جماعه قبل ما نبلش بالفيديو، اذا كنتوا جاد واول مره بتشوفونا بقى تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد، وحسابات الانستغرام تحت بصندوق الوصف او هون باسفل الشاشة. وكمان مثل ما خبرتكم ست غصن بلشنا على التيك توك، بلشنا نعمل حسابنا بتلاقوه هون، حسابنا هون يا زلمة. طبعا يا حرام يعني عم تاكلوا كفوف مني. على حساب هون. وين هون؟ هون الحساب. حطه هوني. هون. حطه هون. حطه هون محل ايدي. ما في ابيخ منا. طيب يلا خلينا نبلش وروحوا شوفوا هيك اول خطوه وقت ما نحن رايحين على الاستوديو. بعد يلا جاهزين؟ يلا 5 4 3 2 1. بعد ما كملت 5 4 3 2 1. طيب يلا طلعوا من اول فيديو على فكره. وهلا يا جماعه رايحين على الاستوديو بس متاخرين كالعادي، كل مره متاخر كل مره. يلا وصل بسرعه كالعادي دائما متاخر. وبتقول لي وصلنا يا اخو متاخرنا، واخر شيء شو بلاقيها عم تفايش جوا عم تتصور. بتاخذ لكم صور. ذكرى. يلا شو غصن جاهزي ولا بعد؟ جاهزي. مستعدة. هاي يعني. اول اغنية لي يا الله كثير. على فكرة انا متحمسة وخايفة بنفس الوقت. طبعا يا جماعة هون نحن بس حننزل صوت غصن. تمام. التوزيع كله منه. الشغل كلياته مو هون. مو هون ابدا. غصن خايفة متلبكة، أول غناية لإلها. متلبكة متلبكة والله العظيم. نظل قلبي صيحن قلت لو ياك مستحي بوسني ما اسمح له، لكن ابو اللحية طلع قدها. وهلا يا جماعة مثل ما شفتوا تأخرنا، نحن وصلنا على الاستديو. انت كنت خايفة شوي، ما بعرف ليش كانت خايفة. لأنه أول مرة. أول مرة بسجل أغنية. فما بعرف كيف الترتيب، ما بعرف كيف حاسمع. فعن جد وقت ما كنت عم بسجل اغنيه كنت عم بسمع صوتي بنفس الوقت بس خفيف وعم بسمع الاغنيه يعني الموسيقى. فعاد هلا يا جماعه شو اجى يوم تصوير الفيديو كليب، وشوفوا غصن شو كانت لابسه باجره ونحن رايحين عادي طالعين من البيت. طبعا انا فاضحه يعني، انا حاكي قدامكم يعني ما تخافوا يعني، انا مخبركم كل شيء. شو فيها واذا لابسه بوط باجري مع فستان. لو تشوف شو عملت فينا كمان في امبارح وانا عم منتج الفيديو هذا. بصراحه في مشهد كثير مهم رايح من عندي، ما كنت لقيه، دورت بكل شيء عندي. لنحكي لكم شو صار يلي خلصنا اول شيء. لا لا مو هلق بنحكي له، بس ليتفرجوا هون بنرجع لكم. يلا روحوا تفرجوا هون، تفرجوا معنا. شفتي شكيتك يا غصن؟ انت يا جماعه شوفوا غصن شو لابسه بجريها، شوفها هيك لك طالعه. بدي اروح اعمل شعري. لاحظت كيف لابسه باجري؟ شو كيف؟ ما قدرتش البس الفرد الثاني. شوف الفرد الثاني كيف؟ جو حلو على فكره. حلو كثير. الحمد لله. شو رايك كان بالميك اب؟ عملت ماي ميك اب. بعده مش مبين منيح. هلا عن جد؟ هلا بالصالون بصورك. هلا يلي بيشوف فاتح هيك السيارة بيقول اوف صيفنا. صيف والجو شمس ومش عارفين انه برد. يحيي كأنه المكياج مش مبين عن كاميرا يا جماعة. صح؟ انا قلت لك كثري. انت أكثر من هيك؟ والله العظيم أكثر من هيك؟ بعدين نكفي عيوني مبجبجين، بدي نام من عصا يعني. اذا نسكر الشبابيك برد. شغل الهايتسون مشان الله. شغلته. نحيي البرد. بس هيك عتمت الكاميرا انا مشانك. لا هيك تمام. قلت لو ياك مستحي يبوسني ما اسمح له. لكن ابو اللحيه طلع قدها.
خلانا ذوب من همسة بشفافة خدي لمسة بلمح البصر ما حس إلا أخذها رح يورمش وهم فوق راس الشماخ. ليش طبقة غير بس على فكرة؟ لأنك أنت غنيت بالطبقة الواطية فكر مال هيك. نرجع لكم وأخيرا خلصت غصن وأخيرا خلصت بس طالع عن جد برنسس على المضبوط. شو كيف؟ أنتوا اكتبوا لنا تحت التعليقات كيف؟ أنا مو طالع معي الحكي. يا جماعة خلصت لوكي والحمد لله عن جد الحمد لله إنه توفقت بوحدي هون تشتغل عنا بمنطقتنا. يعني قد ايه كنت عم بدور على حدا بس يعمل لي شعري أو يقص لي إياه أو يلون لي إياه. طبعا الشباب يعني الشباب حتى رفقاتي حتى يعني شاطرين الشباب يعني الشباب شاطرين. هي كانت على فكرة بكولن كانت تشتغل فنقلت لهون عن جديد بكوبلا. هي كانت هي كانت هون رجعت غيرت ورجعت إجت فالحمد لله. يعني مبسوطة كثير بشعراتي. شعراتي أول مرة هيك بعملها داخل بحالي كثير. بيوم عرسك ما عملناه بيوم هيك. بيوم عرسي ما تسألوا ما تسألوا كيف طلعوا شعراتي. المرية ما بدي نروح عليهم أبدا. بس خبروني بالتعليقات شو رأيكم بشعري وبلوكي الجديد. روعة حبيبتي روعة. طبعا ميك اب انا سويته يعني انا ما كنت بعرف ما بعرف اصلا اذا هي بتعمل ميك اب حلو فانا سويت الميك اب انه احسن يعني انه وشي انا بخبص فيه شو ما بدي. فهلا رايحين نبدا تصوير. هلا لوين رايحين بالضبط؟ الاخ رح يحكي معهم قال لهم انه نحن جايين 12 ونص منكم. شفت 12 على الضبط خلصنا. ايه 12 على الضبط نحن لازم 11 خلصنا. ايه 11 لازم خلصنا صرنا ساعه متاخرين. اوكي تصدقوا يا جماعه ما بتتخيلوا قد ايه مبسوطه بشكلي هيك. عن جد يعني ما قلي نفس حتى اروح ارجع على البيت واغسل شعراتي مثلا او شيء بس لازم. فكتير متحمسه كتير خايفه بنفس الوقت يعني لانه هذا اول فيديو كليب لي والجو ما بيسمح كتير انه يعني برد عرفتوا علي يعني رح اخذ كتير برد. فبتمنى بعد هالتعب وبعد هالشيء تحبوا الشيء اللي نحن عم نعمله. ما بعرف اوصف لكم هذا الشعور يعني هذا كان حلمي اني اعمل اغنيه وبدي اتشكر يزن كتير يعني يزن هو سندي هو كل شيء بالحياه يعني لولا هو ما كنت يمكن بحياتي مثلا اخطر ببالي انه اعمل اغنيه تمام يعني ما يزن عم بيعمل كل جهده وكل شيء عم بيتعب كتير عم يحط كل طاقته ليعمل شيء عن جد يطلع حلو ويعجبكم ويعجب كتير ناس. بحب بيزن بحب اصراره بحب قديه هو بيحب يتعب على الشغل ليوصل يعني ما في احلى من الشيء انه يتعب على الشغل ليوصل للشيء اللي هو حابه. هلا نزل يعبي بنزين واجا يا روحي انت يا روحي يا بني شكله لشو تجيب لي قهوه يا زلمه بلاك المكياج تجيب بلاك يا زلمة بدك يعني يا عمري عم ترجف كتير كبيرة هاي. طب اشربي قد ما فيكي منها. جبتلي باونتي. اوكي فأنا كتير بحبك يا زلمة وبموت فيك والله يخلي لي اياك وهيك قبل ما يجي يعني. عم بحكي لكم هالحكي شو بكي يا قلبي؟ فراح شرع لي قهوة خذي مع سكر ودون سكر؟ حطتلك سكر اثنين ميرسي. باونتي ثلاث قطع الله حيو شكرا. لكن ابو اللحية طلع قدها هلا هاي غصن عم تشيك عن مكياجها اشوف هون هالسيارة حنصور فيها بعد شوي مو هلا وهون مرحبا نضال. هلو هلو نضال مصورنا ومخرجنا حبيب قلبي عم يجهز العدي الله يسلمك. يلا ثواني بنكون جاهزين احنا تمام. طبعا كاميرات 50 كاميرا جايب نضال طبعا وشكر كبير كثير لميديا يلي معنا بس عم تشوحنا من ورا السياره. طبعا عم تساعدنا كثير ميديا شكرا كثير. طبعا هون صندوق السياره ما تسالوا هيك كيف صار مكياج وبواط و حطيت بس حمرة زيادة يمكن حط جلوس صح نسيت حط جلوس. شو بدك تحطيك شو ها شو هو هالجلوس جلوس لميع يعني جلوس لميع يا لونك مستحي يبوسني ما اسمح لكن ابو اللحى عقل براسي وجنبي يا حبي
هاللوكيشن الثاني ما بعرف، ما صورنا لكم بأواعي اللوكيشن الثاني بس بلا ما صورت انت ونعم والله ما بعرف، بس تعبنا كثير، فطسنا تعب، متنا جوع. وصلت الساعة قد ايه؟ الساعة 7 يعني 12 ساعة صار 12 ساعة فهمت. اليوم هيك رح ناموا كله بسببك. ها كله بسببك. شو كله بسببك؟ كله في كارت ميموري احنا مصورين عليه الاحداث بعد بالفيديو كليب شو صار تمام، وفي شغلات مهمة كثير كثير صورنا نحن كل شيء، بس في ميموري كامل ضايع مو عارفين وينه ابدا بصراحة. يعني انا امبارح ليك يعني هدول كلياتهم غصن كلياتهم حطهم بسماء سوري يعني بسماء كان كلياتهم ضايعين. مو مشكلة الله يسامحك. تعال يا جماعة لوين انت؟ بدي خبرهم بدي خبرهم. طيب يلا. فالمهم يلي صار انه السيد يزن بيعرف لوكيشن بياخذنا عليه بدون ما يكون في سيارات وعج او ناس تماما، انه مكان بالغابه، مكان فاضي بالغابه على الجبل. اخذنا المهم طرنا على الجبل، مكان بجنن كثير كثير حلو، على اساس كنا ما نصور تمام وما في طريق وهي. يعني ما في طريق انه نفوت فيه، يعني فوت انا بالسياره لجوا على العشب على العشب، وانا كنت وقتها مصوره بالكعب واقفه بالكعب واجري كثير كثير تعبانه وجالحه من اجريها، يعني مو لابسه شيء باجريها. خلص بس ما ننزل نمشي وهيك خليني اشلح من اشلح الكعب وانزل على العشب، وانا نزلت لكم على العشب. انا بس انا ما سمعت عم تخبرني هيك تمام، انا ما سمعت. انا مش هي فتحت الباب، انا هون بعدين مو فهمان شيء، هي فتحت الباب ودعست على الارض. لا لا مو هون، لا مش هيك مش هيك كيف ما بعرف انا مش هيك صار الوضع. دعست انا، انا قلت ممكن انه من مشتيه الدنيا الارض تكون رطبه، بس لا شيء ثاني، طلع شيء ثاني. دعست على شغلي مرتبه والريحه فاحت. طلع في بالمختصر المفيد كان في بقر وغنم بالمنطقه يعني وفهمكم كفايه. فانا انا دعست انا مش عارفه. لا عصبت علي هون غصن عن جد، عصبت وقت علي انه ليش جايبنا هيك مكان، ليش هون بدنا نصور، وليش هيك بلشت لانه دعس المكان بجنن بجنن. بعد التغى هذا اللوكيشن كلياته. طبعا انا كنت مصوركم كواليس بالكاميرا، في شغلات كثير مصورينها غصن، بس وين راحت؟ في باللوكيشن الاول وانا لابسه فستان البيج تماما، وفي باللوكيشن الثاني والثالث والرابع، قصدي كارت الميموري كله كله رايح كله خابص ببعضه. فعادوا بس يا جماعه، فعاد اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. وحساباتنا انستغرام وين بدي اقوهم يا ابو صلاح، انستغرام وتيك توك تحت بتلاقوهم بصندوق الوصف، واشتركوا بقناتي خليني اوصل 100,000 يا جماعه. صحيح روحوا على قناه غصن، ليه بعدكم مو مشتركين بقناه غصن؟ يلا هلكتوني هلكتوني، بدكم قناه لالي، رحت سويت قناه ما حدا عم بي ما في تفاعل، ما بدي بدي تتفاعلوا معي. ما بتفضحتوني هلكتوني، بدكم قناه على قناه، بدكم قناه قناه الك لحالك لحالي. رحت سويت قناه بعدني مش موصله، يعني شو مش موصله 100,000؟ لا ما حبيتها منكم ابدا، لازم هلا تروحوا تعملوا لي دعم. شو هاد؟ خلص رح احط كمان هلا بحط لكم رابط قناه غصن هوني وتحت بصندوق الوصف. فعدوا بس، وبنحبكم كثير كثير كثير. وشو بنعمل يا غصن؟ ونشوفكم بالفيديو الجاي. ايوه هيك، ونشوفكم بالفيديو الجاي. يلا باي.